دكتور هشام، اهلا بيكي. اهلا وموضوع فقرتنا النهارده عايزين نخصصه عن المناعه. فهي مهم جدا ان كل واحد فينا يكون عارف معلومات يعني جيده عن المناعه، يطبقها كمان وينفذها على جسمه، اكيد صحته هتبقى افضل. مظبوط مظبوط. لان جهاز المناعه طبعا بيعتمد على التغذيه في المرحله الاولى، وخصوصا بيبتدي كمان من الصغر. كل ما كان الطفل بيعتمد على اكله على الاكلات اللي بتعتمد على رفع جهاز المناعه بيبقى افضل، لان للاسف الوقت التغذيه ما عادش فيه توعيه عن التغذيه وطرق الاكل ونوعيات الاكل اللي ممكن الطفل بياكلها، وبالتالي بدا الجيل كله اللي طالع جيل عنده زياده في الوزن، عنده ضعف في جهاز المناعه، عنده مشاكل صحيه كتير، انتشار الامراض اللي بتعتمد على جهاز المناعه بدا يزيد. فطبعا ده كل ده بيعتمد على التغذيه من الصغر. فطبعا دايما بننصح الامهات ان هي تبدا تغذي اطفالها على العناصر الاساسيه اللي ممكن نتكلم فيها بعد كده في رفع جهاز المناعه وتنشيط الكرات الدم البيضاء وجهاز المناعه عامه، لان احنا زي ما احنا عارفين ان هو بيتكون من كذا حاجه، منها الغدد الليمفاويه ومنها اللي هي اللوز اللي ممكن الطفل يشيلها وهو في فتره صغيره. طبعا لو الطفل اتكرر الالتهاب للوز بيضطر انه يشيلها. في بعض العلاجات بتساعد معايا في علاج المشكله دي، وبالتالي الطفل ما يتعرضش انه يجيله نقص في جهاز المناعه. طبعا الاكل والمجهود الحركي والرياضي من الحاجات برضو اللي ممكن تساعد معايا في رفع جهاز المناعه. الناس اللي بتحرم نفسها من بعض الاكلات اللي هي بترفع جهاز المناعه بتضعف معاها جهاز المناعه، وكمان الرياضه من الحاجات اللي ممكن تخش في رفع وتقويه جهاز المناعه. جدا منظم وجباته، لازم ياكل 3 وجبات يوميا حتى لو هو بره. دايما بننصح اي حد بيشتغل فترات طويله او بيقعد فترات طويله بره البيت يحاول ينظم وجباته، ما يحرمش نفسه وياكل مره واحده، وخصوصا ان هو بيقول انه عنده منطقه البطن فيها زياده. فناخد بالنا من القصه دي ان هو ينظم وجباته، ياكل 3 وجبات وما يحاولش انه ياكل وينام، لان هو يقعد طول اليوم وهيروح البيت هياكل وجبه وينام. يحاول يستنى بعدها بساعتين ثلاثه، ينظم الاكل فطار غدا عشاء، ياكل مثلا في الفطار ياخد معاه سندوتش مثلا جبنه او سندوتش فول او كوبايه لبن واثنين ثمره فاكهه اللي هيبقى متناسب معاه، ويجي في وجبه الغدا هيشوف لو في حاجه مناسبه ان هو يجيب علبه تونه او يجيب فراخ مشويه، لو هو يعرف يجيب لو هو في الدكان مفيش مشكله، مع طبق السلطه بتاعه او الخضروات كقيمه للفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها، مع جزء النشويات بتاعه اذا كان هياخد من نص رغيف لرغيف في الوجبه. بالنسبه لوجبه العشاء هيحاول ان هو ياخدها زبادي او سمرتين فاكهه، وممكن يقلب الغداء بالعشاء على حسب يومه، ان هو مثلا لو هيبقى في الدكان بتاعه ممكن ياخد الزبادي مثلا او الفاكهه في نص اليوم، وما يروح البيت هياخد البروتين بتاعه بس زي ما احنا قلنا مش هينام بعدها الا بساعتين. يحاول يعمل لنفسه مجهود حركي ورياضي ولو نص ساعه، عشان الرياضه زي ما احنا قلنا من الحاجات اللي بترفع جهاز المناعه وتقويه، وكمان بتحافظ على الجسم سواء في سمنه او سواء في نحافه. طب يعني على الساعه، يعني لو عايزين نديله مواعيد ثابته علشان يبقى اسهل بالنسبه له ان هو يحدد مواعيد وجباته، هما 3 وجبات ممكن يوصلوا ل5 ولا لا لازم 3 وجبات؟ لا، هو اقل حاجه 3 وجبات، ممكن نوصل ل5 أو 6 وجبات. لو عايز يقسمها يقسم كميه الوجبات ديت على 4 أو 5 مرات ممكن. مظبوط مظبوط. طب على الساعه يا دكتور، يعني لو هنقول 3 وجبات يبقى الساعه كام؟ الفطار والغدا والعشاء؟ على حسب هو بيفطر الساعه كام. لو قلنا مثلا هيفطر الساعه 9 10 ممكن يتغدى مثلا على الساعه 3 الساعه 4 ومثلا يتعشى مثلا على الساعه من 9 ل 10 مثلا بالليل. يعني لو هيثبت مواعيد لازم يكون ما بين وجبه الفطار والغدا كام ساعه؟ من 4 ل7 ساعات، ونفس الموضوع بالنسبه لوجبه الغدا والعشاء من 4 ل7 ساعات. عند الضروره ممكن ناخد وجبات بينيه، ممكن ناخد تفاحتين مثلا اخضر او برتقانتين او كوبايه زبادي ثانيه بين الوجبه والوجبه، او خيار وخس على حسب كل شخص بيميل لايه وايه المتوسط.